المشاكل اللي يعانون منها عمال النظافة بصفة عامة، يعانوا يعني من قلة الإمكانيات. ديما البلدية ناقصة إمكانيات، ديما ناقصة إمكانيات، ما عندهاش إمكانيات، ديما يتحملها الخدام. يعني ديما البلدية ما عندهاش، ديما الدولة تصب لها روتار وديما تصب لها بالناقص ولا شنو حكايتهم، ديما ما عندهاش كده، ديما متحملها الخدام. ديما ناقص وقاية، ناقص طبيب، ناقص جو، ناقص لبسة، ناقص برشا حاجات. يعني يخدم الفيشة الوزراء والموظفين بصفة عامة، يخدم لك الفيشة قاعد في دار، والعامل نتاع البلدية يخدم الفيشة ويستنى عام باش ياخذها، ساعات تموت عليهم يا خواش. كي يشوف الزيادة أقل الزيادة يبدا يقرقش معاك. تبات تخدم في الليل مازال تروح كيما الحكاية، يعني تمشي كيلومترات على ساقيك، تنجم يتبركوك، تنجم تموت، تنجم الشتاء تصب عليك، تنجم كذا. يا ثمش ما ثمش حتى تعقيم ل 24 ساعة، فين التعقيم؟ ثماش تعقيم؟ ما عندهاش البلدية باش تعاقم يا ولد، طرف جفال ومية باش يعقموا مرة في الفيرة، باش يعقموها، البلدية ما عندهاش باش ساعات باش تبدل عجلة. منين جينا؟ نحن ديما نتحملوه نحن، ساعات تلقى عجلة تطيح مبا ما يلقوش باش يبدلوها. البلديات كلها معظمها مبا، ما عندهاش ذخيرة لداخل، ما عندهاش ميزانية قوية باش تطيح حاجة يجيب لك حاجة، ولا مثلا الوظيفة اللي سكرها السيد رئيس الحكومة السابق وتو قاعدة يعني نخدموا معناها بالفكتيف كله ناقص، نتحملوا فيه نحن، معناها خدمة ثلاثة من الناس يخدم فيهم واحد تو في الوقت الحاضر. خذوا الكرسي وقعدوا غادي وسيء، الناس اللي يقول لك هو يعني يجي في كهرباء ومحمي وعنده حصانة وعنده شهرية وينجم يداوي في عز كلينيك، ولا خايف على روحه ولا يمرض كي يجي مزنوب، يحب على الوقايه ويحب على فرش ولا يحب يصحح بالالكترونيك وهو قاعد في داره. ونحن ما سهلش علينا، نحن يعني ما تكلمش ما سهلش علينا، وكي يجي في الزياده يولي فهمنا لا يوخر، ما يحبش يصحح لنا وما يحبش ما يجبدناش وما ينتقش علينا وما يذكرناش من اصله. بصراحه اسف، كان ما زلت ننتخب تونسي مهما تكون الفيه نتاع ما سنوب فيش. الناس يظهروا بالكشف يحبوا رواح، ظاهر العملية ظاهر، وقت انه هو كيكاك وزير وفي كرهبة ومعقمة وعنده الإمكانيات الكل، هو وتهم أكثرهم طب ووزرة وكذا، معناها يعني هو بطبيعته الوظيفة اللي هو فيها تزازيه، أموره واضحة من كل شيء، يحب على الوقاية ويحب يقعد في داره ويصح من ثم. ونحو العامل البلدي وغير العامل البلدي واللي ليه يخدم في المرمى وغيره وغير غيره، يعني منه الرب كيك. منين؟ ماناش محمينا حتى طرف. ربي يحمينا ونحن نحمو في رواحنا والامور كلها زينها نحن كلها زينها نحن. يعني النقائص والخصائص تاع البلديه ومتاع الدوله كامله يسلطوا علينا نحن، ونحن هو جنود الخفاء، ونحن هو العرصه نتاع الدوله. يعني كان تروح عمال النظافه ما عادش حتى مواطن يخلص لديات اللي هي شرها ماهيش قاعده تخلص. ثم ناس ممكن يخافوا منها ولا شنو يمشوا ما يقولهاش خلص من اصله. ثم فلوس ملوحه في الشوارع ما تخلصش. وتجي انت تتكلم على حق يقول لك ما عنديش، اعطيني يقول لك ما عنديش، وصحيح هو ما عندوش، انا في نعرف بعض الادارات ما عندهاش. يعني قراراتهم غير كشيك بدون رصيد. قرارات مسبقه فارغه. ما بالنسبه لي انا نشوفها ما ثمش حتى قرار متنفذ منه خلاص. بالنسبه كان تسمح قلت لك نحكوا في الشيء العام. يعني الدوله معناها تو شوفوا الوباء كي احنا دوله ضعيفه ودوله كذا، وجي يعني نحن القمح عام الاول انا يعني نشوف فيه بعيني، هزوا الماء وهزتوا الودير ويعفس فيه الحيوانات، ويجي تو السميد مقطوع خاطر تاخذ فيه رجال الاعمال، ورجال الاعمال ما ينجموش يكلموه، عاملين احتكار للسوق. تخرج نتحداها سيد وزير التجاره اللي خرج في التلفزه في حنا بعل ويقول راه لا مش نوزعوا ونراقبوا، ما ثمش حتى ربع 0% مراقبه. ها وقول له اجاني انا، هاني عرفتك بروحي، هاني مواطن، اجاني ندورك في بارد وفي خزنه دار في منوبه، لا نطلع شكاره سميد نصحح لك على شهرين حبس. مش ولا مواطن يدبر حتى 5 كيلو فرين ولا دبوز الزيت، كلها تمشي مراكنه، كلها قاعده تتباع، تهز في رجال الاعمال تبيع فيها لبرا من عشون يهزوا فيها ولا ابصر ولا شنو. ثماش دوله شكليه يعني نشوفوا فيهم ننتخبوهم وقت الانتخابات، يجوا ونشوفوهم يقربوك ويحملك ويبوسك. مساج السي محمد عبو يعني اللي يحكي معناها نجروا الناس كله انتخبناهم وهو بالناس انتخبناه، يعني يحكي على الموظفين يلزمهم يخدموا من على الالكترونيك من ديارهم، ونحن اللي ما عندناش حتى شيء ماناش محسوبين، معناها مش نتوانسه، يعني قلنا راه مش نتوانسه خلينا نمشوا للجزائر ولا نمشوا لليبيا ولا كذا، يعني ما يجبدناش حتى طرف. وزير البيئه موجود هكاك، الناس ما ثم عندنا وزير ولكن الفعل يجيبوا ربهم، مارينا حتى شيء، مارينا منه حتى شيء. احنا بصراحه رانا من الناس المنسيين والمقسيين،
ولكن ثم ربي طاو ينحي من عند اللي عنده ويعطي اللي ما عندوش بالسيف عليه، لابد يجي نهار وربي يخلص الناس من بعضها. تكمل الكلام زميلي، عندنا قرابة 15 و20 عامل في تسوية وضعية، ثم اللي عنده 4 ترقيات واللي عنده 5 ترقيات لا سبيل إليه. اشكينا حتى المحكمه الاداريه قالت لك خويا ارجع بالنظر للاداره نتاعك. هذيك فيما يخص الترقيات الفلوس بكامل احتراماتي لوزاره الدفاع ولوزاره الداخليه، هذوكم خاطر يعني يكفروا فيهم ويحموا فيهم، اعطوهم الكاتيجوريات تاعهم الكل ويقول لهم فلوس وتثبت. اما نحن ناس محقورين، ما يعني ثم الخادم 30 سنه و35 سنه و20 سنه وهو في الطلاء وفي السانك وفي البريمه في السيس، ما قالوا لي نحن خاطر نحن قالوا ما ثماش فلوس. خرجوا تقاعد هما في التروا. تقاعد في التروا وفي السيس وفي السنك. عنده 20 سنة و30 سنة خدمة. وللداخلية ولغيرها خاطر دخلوا عليهم القصر عاد الباجي قايد سبسي. الله يرحمه فهم الاخر اعطوهم فلوسهم. ظلم نشوف فيه كل يوم. لا مع الحماية ما ثماش. جردة القوندوات هذه حماية. ما تحميش روحك لمن يحميك. وكان تسمح المساج للوزراء ومجلس النواب وما هوش رؤساء البلديات كلها شاد الزود كلها مع مكثرها نشوفها ما عندهاش فلوس من اصلا، اما مساج للوزراء ومساج لجماعة مجلس النواب اللي بكلهم لبسنا عليهم وراي الرجال تبان وقت الغسره، يعني ما ريناهمش حتى جبدونا وتكلموا علينا. تنور مول ما تجي انت بكرهبتك مكوفره معقمه تجي وتتبعني انا نخدم وانت تتبعني. كي نشوفك انا ننسى روحي ما عادش نلوش في حقي ما عادش على بالي وما عادش تغيظني روحي حتى كاني مظلوم. اما يعني احنا كلنا الطبقه المزمره مهانين ويقولوا بن علي ما بن علي، طيب بن علي كان سالب علينا الحريه كنا عايشين انعم كنا عايشين بالقدا، توا سلبوا علينا كل شيء نتكلموا لكن سلبوا علينا كل شيء. باش ما حدا تعاقب 100 وطرف صابون اخضر باش مش تعاقب روحك. تي ما ثمش يا ولدي حتى كان عندك فلوس يهديك حتى عندنا مشاكل عندنا تي ولادك ومرتك ولا يهربوا منك يا ولدك من الباب نظف روحك البر باهي ولا يعني هنا حتى كان عندك فلوس يا ولدك من الباب نظف حوايجك البر بدل حوايجك من برا من الباب حتى كان عندك فلوس ما ثمش باش تشري ما ثمش ما تشري انت عندي يبدا عندك فلوس مش تشري جيل ما ثمش مش تشري زيت ما ثمش مش تشري فارينه ما ثمش مش تشري يعني تبي تشري باكو مو بالصف تشري كيلو فلفل ب 5000 فرنك بالصف، وين المراقبة؟ وين قداش من 1000 والشرطة نتاع التراتيب ونتاع مراقبة الأسعار ونتاع كذا وين هي؟ هذوك نورمال ما رجال تونس يغيروا على تونس ونورمال ما يصيرش فينا هكا، بصراحة آسف أنا آسف على مش الناس كلها ما آسف على شيء فئة كبيرة من رجال تونس. لا وعوان البلدية بصفة خاصة. ما مش حاسبين عوان البلدية بصفة خاصة. كما قال لك زميلي بكري. ما مش محسوبين. معقول يقول له يا زبال. محسوبين. زبال عيطوا له ما عادش حد حاجة أخرى. زبال. اللي هو الزبالة ذاك يهز لهم في الخمج نتاعها انا نقول نتحمل مسؤوليتي محقورين عوان البلدية في كامل الجمهورية محقور زبالة عيطوا له عوان البلدية عند الشعب التونسي هذاك راهو زبال مهما تكون صفته عوان البلدية بصفة خاصة زبالة حقوقنا ضايعة طول عرض اما بربي بكل لطف نقولها يسووا لنا وضعيتنا برك يعطونا حقنا احنا مش طالبين الزيت يعطونا حقنا عندنا ناس الكاتيجوريات نتاعها قلت لك انا واحد من صفه خاصه عندي 4 ترقيات ما خديتهمش وثم زملاء قلت لك ثم في بلديه باردو قرابه 15 و16 عامل الترقيات تاعهم ما خذوهمش حقوقهم ضايعه يمشي يشكي المحكمه الاداريه تقول له اخويا سوي وضعيتك مع الاداره نتاعك. ما فيها حتى شيء بالنسبة لهذه 50 سنتي بينك وبين الزبلة بالنسبة للمطر تصب عليك بالنسبة كما توا هاو حاشاك نخدمه في الغرم اغزر الطش بتاع الغرم تبدأ تخدم جي مش تعبي الكاميون تطيح لك ساشيات معناها في حجرك تطيح هاو ديجا ايجا صورها هاك ديجا ايجا طل عليها لهنا وشوف هاو بسخ فهمتني؟ هاولو سخ لهنا يتيح كان ريح دنيا باردة
معناها مسيبه من الاجناب منا ومنا. اما بالنسبه للزبله ما عندي معاها حتى حماية بخلاف الجون هذية والكمام. انا نفتخر بالخدمه نتاعي ونحب الخدمه نتاعي. نحن نورمال ما ماناش زبال خاطر نحن ننظفوا، نحن اعوان نظافه، وكل واحد يحكي كما يحب. احنا من اول عباد معرضين للخطر والله، ملي نروح للدار ساعه واحد عاد مش ياخو هواء حوايجك تنحيها من برا. عندي سطل بالجافيل ما حاطته لي المراه، تغسل حالتك تنحي حوايجك لبرا ومن بعد تدخل. كل يوم على المنوال هذا سواء طقس بارد ولا مش بارد. كيما الماتريال تو كيما هذه ماهيش نتاع خدمه نتاع زبله، بالنسبه لهذيا ماهيش نتاع نظافه معناها. نورمالمون معناها تراكس اخرى مسكره مريقله، يتلهاو بينا شويه في الماتريال ويتلهاو بينا احنا حتى معناها ما عندناش حتى باش مش تعاقم بخلاف الجون هذيا عاطينا الجون هذيا والكمامه هذي هكا هو. والله عمال البلديه الكل نحسوا رواحنا مظلومين، خاطر باللي تخدم باللي تتعب معناها لا من يشوفك لا معناها ما يحكي عليك حد، محقورين. هو حتى ساعات المواطن يجي معناها تجي تنظف له وتريق له اموره معناها يسمعك ما تكره، فهمت؟ ديما هذيك خدمتنا نحن. ساعات فما معناها عندنا برشا زملاء زاد وصلوا معناها ضربوهم يخدموا يمشي يضربوهم. بالنسبة لي نحن ماذا بينا يتلهو بينا شوي. بجاه ربي أنا البلدية رانا تعبين برشا. خذونا أعطونا حقوقنا. أعطونا حقوق. هاكا بتشوفوا فينا كيفاش تعبين، هاكا بتشوفوا كيفاش خدام كيفاش يلم في الـ في الـ في الوسخ في الواحد. هذيك أمراض توا أمراض. توا بتقولوا أمراض أمراض أو البلدية عاني فيها. عاون البلدية عاون فيها. فهمت؟ نعطونا حقوقنا يرحم والديكم، رانا نحن نخدموا في بلادنا. القانون الاساسي الوزارات كنت تاخذ فيه، الا البلديات لا، علاش؟ البلديه ندير لك تابعين وزاره ومش تابعين وزاره، هذاك اللي نحبوا نعرفوه احنا. القانون الاساسي الوزارات كنت تاخذ فيه، الا البلديات لا. يا سيدي اعطونا حقنا واعطونا القانون الاساسي يعطيكم الصحه، قلنا نخدموكم بعينينا، وانتم شدوا الكراسي برك.